النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي في مرحلة تانية من الإعداد لعودة بطولة الدوري وعودة بعض التحديات المهمة اللي بتتمثل كمان في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة النجم الساحلي يوم 29 واللي بتسبقها مباراة الجونة يوم 25 بإذن الله تعالى من الشهر الجاري. فالاستعدادات كلها قوية ومهمة ومميزة جدا من لاعبي الفريق ومن الجهاز الفني. النهاردة تاني يوم في هذه الاستعدادات، لكن الخبر اللي احنا كلنا اتفاجئنا بيه برضو امبارح خبر حمدي فتحي للأسف في مران المنتخب الأول تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة، بالتالي هيغيب شوية، لسه المدة ما تحددتش بس طبيعي. يعني بالمناسبة الغضروف يعني على حسب حالة كل واحد، في لعيبة بتاخد فترة قليلة ممكن شهر أو حاجة، في لعيبة بتاخد فترة أكبر توصل شهرين ثلاثة، إن شاء الله ما يطولش حمدي فتحي، كله على حسب طبعا درجة الإصابة. فهنشوف الامور هتستقر بالنسبه له على ايه، لكن ان شاء الله يعود سريعا. هو في عز توهجه في الحقيقه حمدي فتحي، عامل موسم ممتاز وبدايه موسم اكثر من رائع سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر الاولمبي او منتخب مصر الاول عفوا. تخيل ان لعيب اول ماتشين رسميين ليه، هم ماتشين وديين لكن هو يعني شارك في ماتشين اول مباراتين ليه مع المنتخب الاول، جاب هدفين في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، والهدفين كانوا هدفين الفوز يعني بالنسبه للمنتخب. لكن للاسف تعرض للاصابه، واثقين جدا ان شاء الله هيرجع بسرعه ويرجع بفورمه احسن كمان من اللي هو كان عليها، ونتمنى له كل السلامه باذن الله. بالتالي دكتور خالد محمود ده طبيب المنتخب قال، دكتور خالد محمود قال ان طبيب المنتخب قال له يعني تشخيص حاله حمدي فتحي واللي هي عباره عن قطع في غضروف الركبه. والكابتن او الدكتور خالد محمود كمان قال ان هيتم عرض حاله حمدي فتحي على الدكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه بالنادي علشان يطلع على حاله اللاعب ويتم وضع برنامج خاص به بعد اجراء الجراحه اللي في الغالب هتكون في المانيا، وان شاء الله الامور تمشي بالشكل المطلوب بالنسبه للاعب مميز جدا زي حمدي فتحي في الحقيقه.